عام 2000 فتحت أبواب القطار السريع في طوكيو. خرجت فوساكو شيجينوبو، رفعت يديها المكبلتين أمام الكاميرات وصرخت: سأتابع القتال. معركة هذه الخمسينية اليابانية بدأت في شبابها حين شاركت في تظاهرة طالبية ضد رفع الأقساط في جامعتها، وكب وعيها السياسي نهوض الحركات اليسارية في اليابان، فكانت جزءاً لا يتجزأ منها. إلا أن قمع السلطات اليابانية أحبط أمال اليساريين وحلمهم بالثورة. في الفترة نفسها كان الفدائيون الفلسطينيون يلفتون أنظار العالم نحو قضيتهم من خلال عمليات اختطاف الطائرات واحتجاز الرهائن. عينا الشابة الثائرة كانتا موجهتين صوب منفذي هذه العمليات. رأت فوساكو بهؤلاء أملاً لتحقيق ثورة عالمية ضد الإمبريالية. عام 1971 وصلت برفقة بعض الرفاق اليابانيين إلى بيروت للانضمام إلى صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. اللقاء الأول كان مع أشخاص لا تتكلم لغتهم، لكنها استطاعت بعد ساعات إقناعهم بنواياها: دعم القضية الفلسطينية. عايشت فوساكو في مخيمات بيروت نكبة الفلسطينيين، وترسخت قناعتها أن دعم قضيتهم هو التطبيق الأنسب لإيديولوجيتها الثورية. عملية مطار اللد الشهيرة أبرزت الدور السري الذي لعبه اليابانيون ضمن صفوف الجبهة الشعبية، فالمنفذون كانوا ثلاثة رفاق يابانيين. بعد العملية أصبحت فوساكو اليابانية الوحيدة في صفوف الجبهة خارج الأسر وهدفاً إسرائيلياً مباشراً. عملت متخفية بين مخيمات لبنان وخططت لعمليات خطف الطائرات وحجز الرهائن بهدف مبادلتهم مع رفاقها في الأسر، وبالفعل نجحت بذلك وأسست الجيش الأحمر الياباني. آخر عملية لليابانيين في صفوف الجبهة الشعبية كان اقتحام السفارة الفرنسية في لاهاي. حينها نجحوا بتحرير أسير بعد أن احتجزوا السفيرة ودبلوماسيين آخرين. عملية لم تنسها السلطات اليابانية، وبعد 26 عاماً من تعقب فوساكو نجحت بإلقاء القبض عليها. ورغم نفيها وعدم إثبات ضلوعها بالعملية، حكم على شيجينوبو بالسجن 20 عاماً. انتهت في 28 من مايو أيار 2022 لتخرج وفي رصيدها النضالي معركة إضافية خاضتها ضد مرض السرطان الذي أصابها خلف القطبان.